ارحب بيكم مره تانية. التراب والشاي هم معروفين استخداماتهم ايه، لكن عند فارس زكريا هم ليهم استخدامات اخرى. فارس زكريا هو شاب ذا 21 عام، عنده موهبه فنيه كبيره جدا، بيقدر ان هو يطوعها في رسومات مختلفه باستخدام ادوات بسيطه جدا، وعنده خلطه سريه بيقدر يثبت بيها الشاي او التراب اللي بيرسم بيه على الورق لفترة طويلة، وعنده مواهب تانية هنتعرف عليها من خلاله. أهلا بيك يا فارس. أهلا بيك يا أستاذ محمد. إيه، كلمني، اكتشفت إزاي الموهبة اللي جواك ديت؟ يعني من إمتى اكتشفت إن أنت عندك موهبة رسم وتقدر ترسم، وليه رحت للتراب والشاي؟ هو من الموهبة من الأول خالص، يعني كان تقريبا أنا في عندي 6 سنين. كان والدي الله يرحمه اللي كان منميها معايا، كان متابعني على طول لحد ما توفى بقى، وأنا بدأت إن أطلع شغل وكده. فلما جت ان انا عايز حاجه ارسم بيها احتياجات، يعني كانش فيه ادوات متوفره في الشغل، جت ان انا كنت بشكل اول اصلا بالسلك، ان هو السلك النحاس والحاجات دي في الشغل، ده اللي كان متواجد معايا في الشغل. بعد كده لما كنت بنزل الاجازه او حاجه زي كده، انا ببدا ان انا قلت فكره جديده ارسم بالشاي، بس كان في حد تاني بيرسم بالشاي يعني، فحبيت ان يكون ليا فكره انا وحدي اللي هي فكره الرسم بالتراب، فجربت التراب. في الاول كان في ناس بتعلق عليها تعالي سيء، اللي هو انا بهين الشخص او حاجه ان انا ارسم بالتراب، بس ده كان بالعكس خالص، ان ده انا بحاول من فن من شيء ملوش لازمه للفن يعني، وبعدين كلنا مخلوقين من التراب يعني. صحيح، ونعم بالله ونعم بالله. يعني انت حسيت ان انت يعني شفت حد مثلا، او في حد حرك الفكره دي في دماغك ان انت ترسم بالتراب او بالشاي؟ انا اللي شفته كان هو واحد كان رسام كبير، رسام بالملح. ده حبيت الطريقه اللي هي الفكره مختلفه. فانا مع زي ما قلت لحضرتك مع الشغل، فكنت بشكل بالسلك وحاجه زي كده، فبدات بقى كان انا ارسم بالشاي، برضو كان في حد تاني برسم بالشاي. حبيت بقى ان انا اكون ليا فكره زي الناس دي، فكره مختلفه عن الناس اللي بترسم بيها، هي كانت فكره التراب يعني. طب ايه الصعوبه ان انت ترسم بالشاي او بالتراب؟ لا هو صعب جدا، هو اولا بتشتغل فيها على اعصابك، يعني بتشتغل كده باعصابك، ان انت ممكن في لحظه مثلا شغاله دي لك 6 ساعات او 5 ساعات في الرسمه، ممكن في لحظه تضيعها لمسه واحده بس منك كده تضيعها. انا حصلت معايا في الرسم التراب في صوره بايظه مني برضو، بس مني انا برسمها ده يعني شويه هجوم عليها، او انت ده دي كان تحت السكتش كان مسطره فبشدها جت قلبان، ده كان صدمه بقى. صورها بعد كده قبل ما تعمل. قول لي بقى المهنه لها علاقه بالفن اللي انت بتشتغلها، او الدراسه لها علاقه بالفن؟ لا خالص. بس اللي هو يعني زي ما قلت لحضرتك، مش متواجد خامات ان انا اجيب الوان والكلام ده في الشغل، والوقت برضو مش متوفر. شغال فين يا فارس؟ انا شغال في التكييف المركزي. يعني شغال في التكييفات والكلام دوت يعني. فلما ده شغل شركات وكده، فاللي كان متواجد اكتر وبلاقيه قدامي اللي هو مثلا سلوك النحاس والحاجات دي كانت بتبقى مرميه، فاللي هو بشكل منها، وحبيت ان انا اجربها كده وانا قاعد اشكل، طلعت معايا شكل جميل يعني، فكانت فكره برضو مختلفه. طب ايه نشوف شغل جزء من شغلي بتاعك كده على بعض؟ ماشي، نشوف بس جزء من شغلي فارس ونرجع نكمل معاك الكلام ده. صعب جدا، مش سهل. صعب. الفيديو ده يعني حوالي دقيقة، الفيديو ده كان واخد معايا بتاع حوالي 4 ساعات 5 ساعات. هو بس صعب. مهارة غير، الله أكبر يعني، ما شاء الله. أنت بتصور نفسك والكلام ده ولا بحاول؟ لا بعملها لنفسي كل حاجة، التصوير وكده. بالمزيكا بكل الكلام ده أنت بشتغل برضه، بعمل مونتاج للفيديو كده برضه من نفسي. طب يعني
قعدت 4 ساعات عشان تعمل اللوحه ديت. وكمان الاربعه مش مستمرين يعني، هو اللي فيه عشان نظر وكده واضاءه والتركيز بقى يعني ممكن ارسم نص ساعه واقعد بتاع 10 دقايق كده عشان نظر وكده. يعني ممكن الرسم دي في الوقت كله دي معايا على حوالي ممكن تقعد معايا 12 ساعة، لو رسمة صعبة لو هي تقعد 6 ساعات ممكن تقعد معايا 12. بس اللي هو عشان ما ارسمها بحاجة حلوة يعني. طب أنت يعني بيبقى بترسم الأول بالرصاص أو كده قبل ما تعمل بالتراب، ولا أنت على طول بتشتغل بالمادة بالتراب؟ هو الأول خالص ده كان فكرة الشاي كمان، كنت بحدد الرسم أصلا كلها، حددها بالرصاص وأمشي عليها. بس ما كانش فيه اللي هو شغل التظليل وحاجه يعني تظليل اعمل بالتراب مثلا حته خفيفه كده حاجه زي كده، لا الاول خالص كنت بحدد بس. لكن بعد ما رسمت بالتراب يعني وتمكنت من الموهبه والرسم بالتراب وكده، اللي هو كان اكتر حاجه ممكن احددها العين او المناخير، ده الجزء الاساسي في الوش بس. لكن بعد كده ده كله ممكن نرسمه عادي من غير ما تحدده. وعادي برضو كله، بس ان يعني بيوفر على وقت شويه، عادي ممكن اعملها كلها من غير تحديد. بس ده عشان ما اغلطش فيها كتير بيوفر عليا اكتر. طيب ده في عارضين شويه صور حلوه من انت رسمتها. دي كانت جايه دي في الشغل بقى برضو، اللي هو عشان مش برضو دي كان تاني رسمه ارتكب بالشاي، دي كان تاني رسمه ارسمها برضو بالشاي. ده اللي هو كنت بحدد الاول كل الصوره حددها الاول حتى ما فيهاش تظليل. دي برضه رسمه كانت لابو تريكه. مين ده؟ كان المفروض ابو تريكه كان في الجزائر. كان في قطر. دي برضه في الشغل، دي معظم الجاف ده كله في الشغل، دي اللي هو صور صغيره كده. بس كويس انت بتضيع يعني وقت الاستراحه بتاعتك. الرسم برضه ما احاولش ان انا، دي كانت علم الاهلي بالشاور عصير. انا حبيتك كده. الاهلي عنده ماتش مهم يوم السبت. طب احنا كده الزمالك بقى عشان ما يزعلوش الزملكاويه مننا بقى المره الجايه. لا لا كنت ناوي اعملها. طب هنعمل ايه يا جدعان؟ هو اللي برسمها دي. ده اللي استنى بصور بيه كده وده شغلك انت. دي كانت فكره كده على يد الام كده. الام مثلا حامله بيت وكده، دي كانت بالشاي والنسكافيه بس كده، شاي ونسكافيه. ده تصوير ده تصويرك انت دوت. ده في برج هنا في المعادي. ايوه. انا في الشغل برضو كان شغلي فيه فحاولت بحب اصور دي الرسمه بس مش باينه، مش ظاهره كامله. دي رسمه بالسلك اللي هو حد بيضرب واحد بالنار. باينه هي تمام. طب انت بتثبت، انت قلت انت في خلطه كده سريه بتثبت بيها الحاجه. ده فعلا مظبوط الكلام ده؟ عشان تثبت الرسمه دي على الورق. دي ما ثبتتش، دي كانت اول رسمه بالتراب بقى. دي باظت دي، لكن دي ثبتت، ده عندي في البيت مثبتها عادي ومتعلقه. ايوه. يعني هي انت بتضيف حاجه كده من عندك انت عشان تقدر تثبت الموضوع صح كده؟ بعمل كذا خلطه كده يعني بتاخد وقت معايا بس عشان ده مع الماده اللي انت التراب اللي انت بتستخدمه ولا بعد ما برسم بثبتها؟ مش قبل ده. اي تراب بتستخدمه ولا في نوع معين؟ اي تراب. لا هو في النوع اللي هو تراب عادي، بس النوع اللي معايا ان انا يعني من الريف وكده ففي زراعه، فالتراب الزراعه ده بيبقى لونه اسود اكتر. بيكون افضل يعني. ايوه. عشان يدي الصورة اللي انت عايزها ديت. دي صورة المسجد الاقصى 3D كده اللي هو. ما فكرش انت تدرس؟ والله يعني بحاول ان اكمل، بس المجموع مش الصناعة بحاول ان اكمل معهد ان شاء الله، بس اللي هو معظمه خاص وكده. بس ان شاء الله يعني. انت كنت انت يعني تعليم فني صح كده؟ لا هو التعليم بص ما كانش ليه علاقة بالفن ده باللي انا بعمله خالص يعني. اللي هو بس المهنة عادية. وانا برضو يعني لما حبيت ادخل دخلت اللي هو زغرفه في الصناعه يعني في فن صناعي. بس اللي هو مش متابع يعني. لا ما يعني انت ما حاولتش تدرس انت. الصوره دي اللي باظت على فكره. دي اللي قلت عليها دي. شوف دي لو ترجع الصوره اللي فاتت هي كانت مرسومه ليوسف الشريف. ما حاولتش اعملها مره ثانيه؟ لا هي اصلا كانت خلصانه يعتبر دي بالشاور عصير اللي هو من حان الوقت يعني اللي هو فكره الفكرة ان قربت انتهى. علم اسرائيل قرب انتهى. والاقصى هو اللي باقي. طبعا. دي كانت الفكرة بس حبيت اطبقها بالشاور عصير يعني. لا. هي الصورة هي سيدي اللي قبل مبوظة هي. هي كانت قربت تكمل يعني كان فيها تعديل بسيط بس هي باظت ايه؟ فكسلت ان هي خدت معايا وقت. بس هي يعني انت بتوثق الشغل بتاعك وتستفيد عشان اللي يشتغل زي كده ياخد باله يعني. هي اصلا بتبقى لك على اعصابك يعني انت بتبقى تعبان فيها لمسه بتضيع كل حاجه.
طب انت ردود الفعل بالنسبه لك كانت ايه؟ يعني ايه ردود الفعل اللي انت اما بتعمل الحاجات بتنزلها على انت ليك قناه على يوتيوب وليك صفحه جميل. ردود الفعل بتبقى عامله ازاي معاك؟ هو بالنسبه للاضطراب انا في البدايه كده كان في ناس فضلت حد ما شتمت ان انا الناس بتفكر ان انا بهين اللي كانت رسمه الشيخ الازهر فالناس بتفكر ان انا بهينه بالرسمه دي قلت لهم يا جدعان لا انا عمري ما هتعب في الرسمه ده كله واعمل ده كله عشان اهين حد يعني بالتاكيد ده رمز يعني وبعدين كلنا من التراب بهينه ازاي يعني بالظبط حاجه زي كده فبعد كده الناس بدات تفهم الموضوع وبدات لما بدات تشهر اكتر على السوشيال ميديا وكده بدات الناس تفهم الموضوع وتتقابل معاه يعني بدات بقى كان في تشجيع كتير من الناس وفي ناس بتشجعني كتير ومعظم يعني على فكره معظم مش من مصر معظم من بره مصر يعني اللي اتضحته اللي بيحب الفن ده والكلام في الفن الغريب ده بره مصر كله يعني في مصريين برضه بيحبوه بس قليلين خالص يعني في برضه مصريين هو ما شاء الله بس يعني مع الانتشار بتاعك هتلاقي تجاوب كبير ما بقول لك الناس في الاول ما كانتش فاهمه الفكره بس دلوقتي في ناس بدات تفتكرها كتير يعني تفهمها كتير حد عرض عليك انت تشترك في معرض او انت فكرت تعمل الخطوه ديت ولا اتعرض عليا كتير بس اللي هو كان بيبقى مش زي مشوار من هنا وكان شبه ما كنتش باخد القرار زي ما قلت لحضرتك كده الشغل وكنتش باخد القرار اللي هو انا مش حابب ان انا اهتم بحاجه واحده مش حابب اهتم بشغلي بس او اهتم بالرسم بس يعني اتعرض عليك انت في معرض هنا جوه مصر هنا تشتغل فيها؟ كان لا مش هشتغل هعرض فيه شغل تعرض شغل انا بقول لك تعرض فيه كان في تبع استاذ تامر كان اسمه تامر دافنجي هو عامل اسمه كده كان عنده كذا معرض يعني هنا في رمسيس برضه ايوه ده اتعرض عليه كذا مره بس انا مفيش ضغط الشغل طب هل حد طلب منك انت تعمل يعني تعمل شغل ليه او يعني تحولها ان انت تقدر تسوق الحاجات اللي انت بتعملها ديت؟ ان انا اسوقها لنفسي يعني؟ لا يعني ممكن تشتري حد يشتري منك حد يشتري اوردرات كتير اللي هو بتشتري الناس كتير بتطلب اوردرات بس انا رافض الموضوع الاوردرات ده خالص يعني طب ليه يا فارس؟ اللي هو التعامل مع الناس يعني بيكون صعب شويه كل واحد عايز تعامله بطريقته وانا مش انا بص يعني برضه مش حابب ان انا ازعل حد مني يعني انا ممكن ادخل اقول له مش هرفض اوردرات وخلاص بس انا بحاول اجيبها له بطريقه احسن ان هو ما حدش يزعل مني او حد يفتكر ان انا وحش او حاجه زي كده طيب تحب ان نشوف جزء تاني كده من الشغل بتاعك؟ تمام عادي طيب طب نشوف جزء تاني يعني ده زي ما احنا تابعنا كده جزء من الشغل اللي انت عامله
هو على الصفحة بتاعته موجود صور تانية وهو بيرسم، زي صورة الفنان ياسر جلال كده، عنده كذا حاجة هو عاملها. صحيح صح؟ كتير. عندي حوالي أكتر من 50 فيديو. والتفاعل بتاعي كبير عليهم دول. لسه القناة يعني لسه جديدة، لسه ما أنا عاملها. فكرة القناة جت لي برضه من قريب، مش من زمان، إن هو لسه عاملها جديدة. وبرضه عامل بيدج على الفيس، إن هو أنا شغل عليه القناة وبرضه يكون أفضل. اللي هو بيدج صفحة. طب هل حد في أشخاص عاديين ممكن تحب إن أنت تعمله؟ يعني لو حد مثلا طلب منك إن أنت تعمله بورتريه شخص عادي، لازم يقعد قدامك كده تقعد ترسمه ولا إيه؟ لا، هو عادي باخد الصورة على الموبايل وارسمها. والوقت يعني ما بياخدش وقت زي الفنان الكبير. زي الفنان الكبير، وان ده بصورة على دقة اكتر يعني. ليه بقى؟ لا، التصوير اصلا يعني، حتى شخص عادي بيبقى تصوير موبايل او حاجة، لكن لما بترسم فنان او حاجة زي كده تصوير اصلا بيبقى سواء كاميرا او حاجة متصور في دقة. فالصورة بتظهر معاك اكتر. بالنسبة لكن التانية بتاع اللي هي الموبايل او حاجة زي كده، الصورة مش باينة واضحة اكتر يعني، فاللي هي بتبقى سهلة. هي سهلة بس ممكن في نفس الوقت بالنسبة للتراب ممكن ما تطلعش معاك في الشكل. بس بالنسبة للممثلين او فنان او مشهور وكده، دي بتطلع معاك على طول سهلة. ايه لو يعني الفنان اصعب اسهل من الشخص العادي؟ هو العكس. هو لا، هو العكس، هيكون اصعب بس بتطلع الصورة دقتها احلى. الدقة الشخص العادي. لا، الفنان او المشهور الدقة بتكون احلى. ان دي الصورة بتبقى دقتها اصلا طبيعية احلى. طب لو شخص عادي تاخد منك وقت ايه؟ نفس الوقت اللي انت تعمل بيه الفنان؟ لا، على حسب برضه الصوره يعني. في عندك ممكن برضه من رينج 3 ساعات كده لست ساعات، بس على حسب برضه الصوره. بس من رينج كده لكده، الوقت ده الوقت ده. وتقعد قد ايه وقت عشان تثبت الصوره على اللي انت رسمته على الـ على الـ على الورق؟ لا، هو الصوره ممكن تحاول نص ساعه مش كتير يعني، عم تثبت تنشف وكده والكلام ده بالماده اللي انت عاملها. هوب خلاص. وعندي كل ده يعني، عندي معلقه في البيت اللي هي الصوره بتاع المسجد الاقصى، دي معلقه عادي عندي في البيت. دي بالشاي والعصير. الشاي والعصير. دي برضه كانت، بس دي بالالوان يعني، والله لطيفه جدا يعني. انت كمان ده ايه؟ ده تراب ده ولا لا؟ ده الوان. دي الوان عاديه صح؟ خشب. الوان خشب يعني، انت بتستخدم برضه الالوان خشب؟ بستخدم الوان خشب وفحم ورصاص برضه. لو انت بترسم بالرصاص ما بتاخدش معاك وقت؟ لا، بس ما بتاخدش وقت. الرصاص ممكن بالكتير اكتر حاجه، ممكن لو حاجه كبيره قوي يعني، مش حاجه بحاجه دقتها عاليه قوي، برضه ممكن 4 ساعات، بس ده بحاجه حلوه قوي. لكن بقى معاك من ساعه، الرصاص معاك من ساعه لاربع ساعات. من ساعه لاربع ساعات عشان تقدر تطلع حاجه يعني اقل حاجه ممكن على حسب الرسمه، اقل حاجه ممكن تترسم في ساعه عادي. رصاص. تمام. هل في حد قدوه ليك او مثل اعلى في الفن ليك انت كنت حابب تبقى زيه كده؟ هو والله الاول كان عادي، بس لما بدات في الفكر اللي هي الفكر المختلفه سواء الشاي او التراب والكلام ده، هو كان فنان برضو كبير اسمه هاني جنيدي، ده رسام ملح. ده برضو مش يعني، هو كان قدوه ليا. والاول لما كنت بساله في حاجه او عايز اعرف منه معلومه. اتقابلت معاه ولا كان لا؟ اتواصلت معاه على السوشيال ميديا بس. يعني ما كانش بيتاخر عني في حاجه، مفيش الا اي حاجه واحده، كان فكره التسديد بس، دي كان من حقه يعني، حاجه صعبه وهو كان جايبها من حقه بالظبط، ان هي مش موجوده على مواقع سواء في السوشيال ميديا او مواقع عاديه. مهما بحس بكل اللغات، حتى بالظبط انا بحس باللغه الاسبانيه مش لاقي على موضوع ان يثبت حاجه ثبت بها اي ماده، تراب او ملح او شاي. هو الفكره عامه هي واحده، اعتبر فكره التثبيت هي واحده بتاع كله، ملهاش دعوه بالتراب. وانت عرفت ازاي تثبت الحاجه بتاعتك دي؟ والله لما سالته يعني، وسالته واحد ثاني برضه، حاولت ان انا اعرف منهم الفكره دي، انهم رفضوا، بس من حقهم يعني، الفكره صعبه. فانا من النوع اللي بحب لما زي لما بحط حاجه دماغي كده بمشي وراها، اللي هو لازم اكون مكمل فيها. فحبيت ان انا حاولت كتير بحاجات كتيره، بس ما في حاجات ما نفعتش وفي حاجات نفعت. بس ويانا بس من الاول يعني، ما كنتش ان انا احط على صوره وارسمها اجرب عليها، لا، كنت بعمل جزء صغير كده واجرب. جربت كتير بس ما نفعش لحد ما جت فكره الحمد لله كده معاهم استمرت عليها. والتثبيت بيبقى داخل الماده التراب اللي انت بتشتغل بيها، ولا بيبقى بعديه ولا لا؟ بعديه. بعديه. طيب. انت ايه امنياتك، ايه طموحاتك الفتره اللي جايه ان شاء الله؟
والله امنياتي او طموحاتي يعني مش كتيره، يعني كان الرسم ده يكون مجالي بس، يعني بدل زي ما قلت لحضرتك الشغل وال ان انت تبقى فنان متخصص بقى، متخصص بقى بالرسم بس، ابقى مهتم بالفن او الرسم ان شاء الله. ان شاء الله فارس ربنا يوفقك، وفنان مبدع بصراحه يعني شغل رائع بحيك عليه. ربنا يخليك فارس زكريا الفنان المصري اللي بيرسم التراب والشاي، شرفتنا. شكرا. طيب لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح، بعد الفاصل هيكون موجز لأهم الأخبار الاقتصادية ومنى الشايب، وبعد وقفة حوارية تانية مع مجد القاضي، خليكم معنا.